السلام عليكم، معكم مس سوسن، معلمة الرياضيات من أكاديمية البشائر. إن شاء الله اليوم درسنا للصف العاشر خصائص متوازي الأضلاع. بالبداية معانا مبرهنة، قطران متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر. المعطيات ألف با جيم دال متوازي أضلاع، يتقاطع قطراه في ألف جيم وبا دال في النقطة واو. المطلوب إنه إثبات النقطة واو منتصف كل من القطرين ألف جيم وباء دال. علشان أقدر أثبت المبرهنة رح أرسم مستوى إحداثي، أرسم متوازي أضلاع. الضلع ألف باء منطبق على محور السينات الموجب، طبعا الرأس باء بنقطة الأصل صفر صفر. الإحداثي ألف سميتها سين واحد صفر. بالمقابل رح يكون عند ضلع موازي له ومساوي، فرح تكون قيمة جيم سين اتنين صاد اتنين. احداثي دال رح يكون سين واحد زائد سين اتنين، طبعا نفس الارتفاع فرح يكون عندي صاد اتنين. سرح تسأل حالك ليش سين واحد زائد سين اتنين. رح اخذ المسافة اللي موجودة هون مع المسافة اللي موجودة هون. طبعا المسافة هاي عبارة عن سين اتنين، والمسافة اللي موجودة هاي كامل سين واحد. فإحنا لما بدنا نحكي من خصائص متوازي الأضلاع إنه كل ضلعين متقابلين متساويان، فبالتالي هاي كامل رح يكون قياسها سين اتنين زائد سين واحد. هاي بالنسبة لإحداثي دال. طب أنا هسا كيف ممكن إني أبرهن إنه النقطة واو منتصف ألف جيم وألف دال؟ من كلمة منتصف رح ناخد قانون إحداثي نقطة المنتصف بيساوي سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، وصاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين. انا رح اخد احداثي واو، واو هي منتصف باء دال، وبالمقابل هي منتصف الف جيم، فرح اثبت انا انه واو هي نقطة منتصف لباء دال ولالف جيم، ولازم يعطيني نفس الاحداثيات. فرح ناخد اول اشي الضلع باء دال، النقطة عندي صفر صفر مع سين واحد زائد سين اتنين صاد اتنين. صفر زائد سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، وعندي صفر زائد صاد اتنين على اتنين بيساوي هون رح يعطيني سين واحد زائد سين اتنين على اتنين فاصلة صاد اتنين على اتنين. هاي احداثي واو من طول الضلع باء دال. هسه رح اخد الف جيم واطلع احداثي منتصف واو، اللي هي رح تكون عندي سين واحد زائد سين اتنين عتنين وصاد اتنين زائد صفر عتنين. رح يكون عندي سين واحد زائد سين اتنين عتنين وصاد اتنين عتنين. هاي احداثي واو من الف جيم. هسا اذا انا رح اقارن بين منتصف الف جيم ومنتصف بادر رح اشوف نفس قيمة المنتصف، فمعناها انه الف واو هي منتصف بادل ومنتصف الف جيم وهو المطلوب. اذا واو منتصف كل من القطرين وهو المطلوب. ناخذ مثال الف با جيم دال متوازي اضلاع، وكانت احداثيات الف ستة خمسة، إحداثيات باء اتنين سالب واحد، إحداثيات جيم عشرة سبعة. جد إحداثي نقطة تقاطع القطرين. رح أرسم متوازي أضلاع، رح أسميه طبعا التسمية رح تكون على التوالي ألف باء جيم دال.
نقطة تقاطع القطرين رح أسميها واو. بس أنا ممكن أخذ القطر ألف جيم وممكن أخذ القطر بدل أطلع نقطة المنتصف. الإحداثيات اللي موجودة معي ألف وباء وجيم، دال مو معي فباخد ألف وجيم. فإحداثي واو بيساوي على القانون سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، صاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين بتساوي هون عندي إحداثي ألف ستة خمسة وإحداثي جيم عشرة سبعة. ستة زائد عشرة على اتنين وخمسة زائد سبعة على اتنين بتساوي ستة زائد عشرة ستاش على اتنين تمانية، وخمسة زائد سبعة اتناش على اتنين ستة. فإحداثي واو تمانية ستة. الفرع الثاني طالب جد إحداثي جد طول عفوا القطر بادال. بادال بدي أطلع طولها كامل. إذا بتلاحظوا دال ما معي إحداثيها. من المبرهنة حكالي قطران متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر، يعني النقطة واو منتصف بادال كمان. فرح أطلع بادال عن طريق إيجاد طول با واو أضرب باتنين، يعني بادال بتساوي اتنين با واو. اتنين ضرب تحت الجذر سين اتنين ناقص سين واحد تربيع زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد تربيع. اتنين ضرب تحت الجذر، رح اخد احداث النقطة واو اللي هي تمانية ستة مع احداثي اتنين سالب واحد. تمانية ناقص اتنين تربيع زائد ستة ناقص سالب واحد تربيع بتساوي اتنين ضرب تحت الجذر. تمانية ناقص اتنين ستة، ستة تربيع ستة وتلاتين زائد ستة زائد ستة زائد واحد سبعة، سبعة تربيع تسعة وأربعين بتساوي اتنين تحت جذر ستة وتلاتين زائد أربعة تسعة وأربعين بيعطيني جذر خمسة وثمانين. خمسة وثمانين ما إله جذر فبادل بيساوي اتنين جذر الخمسة وثمانين وحدة. طالب مني إحداثي الفرع الأخير جد إحداثي الرأس دال. بقدر أستخدم الحل الوحيد طبعا لإيجاده اللي هو عن طريق استخدام قانون إحداثي نقطة المنتصف، وأخذ إحداثي نقطة المنتصف واو. إحداثي واو بتساوي سين واحد زائد سين اتنين عتنين صاد واحد زائد صاد اتنين عتنين. طبعا دال رح اسميها سين صاد. احداثي با معي اللي هي اتنين زائد سين عتنين، واحداثي صاد معي سالب واحد زائد صاد عتنين. احداثي واو اللي اوجدناه بالفرع الاول اللي هي تمانية ستة. رح اخذ هون الاحداث السيني مع الاحداث السيني، والاحداث الصادي مع الاحداث الصادي. لتنين زائد سين على تنين بتساوي تمانية. تمانية على واحد بضرب ضرب تبادلي. تنين زائد سين ضرب واحد بتضلها زي ما هي. تنين زائد سين. تنين ضرب تمانية ستاش. بنقل التنين عندي ستاش، بعكس إشارتها اللي هي ناقص اتنين ناقص اتنين. سين بتساوي أربعتاش. نفس الإشي رح أعمل هون. سالب واحد زائد صاد على اتنين بتساوي ستة. ستة بحطها على واحد وبضرب ضرب تبادلي. سالب واحد زائد صاد ضرب واحد بضلها زي ما هي. سالب واحد زائد صاد بتساوي اتنين ضرب ستة 12. انقل السالب واحد عند الاتناش واعكس اشارتها. زائد واحد زائد واحد صاد بتساوي 13. فاحداثي النقطة دال
تساوي 14.3، وهذا المطلوب. عندي مثال ألف باء دال، فكرة تانية طبعا، ألف باء دال عين متوازي أضلاع، معطيني إحداثيات ألف سالب اتنين سالب واحد، إحداثيات باء تنين تنين، إحداثيات دال أربعة خمسة. يتقاطع قطراه في النقطة كاف، جد بعد النقطة كاف عن المستقيم ألف باء. هسا قانون البعد بين نقطة مستقيم هي عبارة عن ألف سين واحد زائد باء صاد واحد زائد جيم على تحت الجذر ألف تربيع زائد باء تربيع. يعني أنا بحتاج لإيجاد قانون البعد بحتاج مستقيم، معادلة مستقيم، وبحتاج النقطة. طبعا النقطة اللي هي كاف بقدر أطلعها يا إما من ألف دال أو بطلعها من باء عين، مدام عين مش معي فبطلعها من ألف دال. راح أستخدم قانون إحداثي المنتصف لإيجاد إحداثي كاف، هي سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، راح تكون تنين سالب اتنين زائد أربعة على اتنين، وخمسة زائد سالب واحد على اتنين بتساوي هون تنين على تنين واحد، وهون أربعة على اتنين اتنين. طلعت إحداث النقطة كاف. هسا رح أطلع معادلة المستقيم ألف باء. معادلة المستقيم ألف باء بحتاج لميل وبحتاج لنقطة، طبعا نقطة يا ألف يا إما باء. سميل ألف باء بساوي دلتا صاد على دلتا سين، وتساوي تنين ناقص سالب واحد على تنين ناقص سالب اتنين، بيعطيني الجواب تلات على أربعة. وعوض على معادلة الخط المستقيم صاد ناقص صاد واحد بتساوي ميم بسين ناقص سين واحد. طب بحتاج لإيجاد معادلة الخط المستقيم الميل بحتاج نقطة، يا إما ألف بتعوض يا إما باء. طلعنا الميل تلاتة على أربعة، رح آخذ أنا النقطة اتنين اتنين اللي هي باء، أعوضها صاد ناقص اتنين بتساوي الميل تلاتة على أربعة بسين ناقص اتنين. فعلشان أنا ما أتعامل مع كسور فبضرب المعادلة كامل ضرب أربعة، بصير عندي أربعة صاد ناقص تمانية بتساوي تلاتة سين ناقص ستة. رح أحطها كامل معادلة بالصورة القياسية على شكل ألف سين زائد باء صاد زائد جيم بتساوي صفر. تلاتة سين ناقص أربعة صاد، هون عندي بصير زائد تمانية، زائد تمانية يعني زائد اتنين بتساوي صفر. قيمة ألف بتساوي تلات، قيمة باء بتساوي سالب أربعة، قيمة جيم بتساوي اتنين. فرح أعوض على قانون البعد بساوي تلاتة سين ناقص أربعة صاد زائد اتنين تحت الجذر تلاتة تربيع زائد سالب أربعة تربيع بساوي تلاتة. رح أعوض النقطة كاف فرح تصير تلاتة ضرب واحد تلات ناقص أربعة باتنين تمانية زائد اتنين على هون تلاتة تربيع تسعة زائد ستاش اللي هي جذر خمسة وعشرين بيساوي تلاتة ناقص تمانية سالب خمسة، سالب خمسة زائد اتنين سالب تلاتة على خمسة. طبعا قيمة مطلقة بتساوي تلاتة على خمسة وحدة. هاي عبارة عن البعد. في معطيني بالدرس ملاحظة وإحنا رح نستخدمها كقانون. طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الضلعين الغير متوازيين في شبه المنحرف
يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين المتوازيتين فيه. كيف يعني؟ هون عندي هذا الشكل بسميه شبه منحرف، رح أسميه ألف با جيم دال. طبعا هدول قاعدتين متوازيتين، ألف دال با جيم قاعدتين غير متوازيتين، فطول القطعة المستقيمة الواصلة بين المنتصفين هاي رح أسميها سين صاد، بتساوي نصف مجموع طولي القاعدتين المتوازيتين، يعني سين صاد بتساوي نص ألف با زائد جيم دال. رح ناخذ مثال ألف با جيم دال شبه منحرف، فيه طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين. طبعا عندي ألف با بوازي جيم دال، معي إحداثي ألف إحداثي با، طالب مني طول القطعة المستقيمة، لا ومعطيني طول القطعة المستقيمة 9، طالب مني طول جيم دال اللي هي طول القاعدة الثانية. فهون عندي سين صاد، حسب الملاحظة اللي أخذناها هون، سين صاد بتساوي نص مجموع طول القاعدتين. فأنا بالأول لازم أطلع طول ألف با، ألف با بتساوي تحت الجذر سين اتنين ناقص سين واحد تربيع زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد تربيع. فهون رح أخذ إحداثي ألف وإحداثي با، ألف با بتساوي تحت الجذر خمسة ناقص اتنين تربيع زائد تلات ناقص سالب واحد تربيع. خمسة ناقص اتنين تلاتة، تلاتة تربيع تسعة، زائد هون تلاتة زائد واحد أربعة، أربعة تربيع ستاش، بعطيني جذر الخمسة وعشرين. بطبق على القاعدة اللي هي سين صاد بتساوي نص ألف با زائد جيم دال، هون عندي سين صاد تسعة تساوي نص خمسة زائد جيم دال، بضرب الطرفين باتنين 18 بتساوي خمسة زائد جيم دال ناقص خمسة طول جيم دال بيساوي 13 وهو المطلوب. عندي تدريب بالكتاب 616 صفحة 70، سين صاد عين لام شبه منحرف، فيه سين صاد يوازي لام عين، طالب مني معطيني إحداثيات سين وإحداثيات صاد، معطيني طول لام عين، طالب مني طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الضلعين. رسمنا شبه منحرف سميناه، طبعا التسمية بتكون على التوالي سين صاد عين لام، ولو بلشت من هون سين صاد عين لام نفس الفكرة. إحداثي عندي نقاط المنتصف هون عندي دال وها أنا سميتهم علشان يكون عندي أسهل بالحل. حسب الملاحظة اللي أخذناها إنه دالها بيساوي نص سين صاد زائد لام عين، هون معطيني طول لام عين، ضل علي أطلع طول سين صاد على قانون المسافة بين نقطتين، رح أعوض مباشرة هي واحد ناقص ستة تربيع زائد سالب ستة ناقص ستة تربيع بتساوي تحت الجذر خمسة ناقص ستة، واحد ناقص سالب ستة سالب خمسة تربيع خمسة وعشرين زائد سالب ستة وسالب ستة اتناش تربيع مية وأربعة وأربعين، بيعطيني الجذر المية وتسعة وستين اللي هو 13. بعوض على دالها بيساوي نص، عندي سين صاد طلعتها 13 زائد تسعة من الأولويات العمليات الحسابية، الأولوية للأقواس بعدين القسمة والضرب، ف13 زائد
22 على 2 بيعطيني الجواب 11. طبعا وهذا المطلوب 11 وحدة. السؤال الثالث صفحة 71، ألف با جيم دال متوازي أضلاع، معطيني إحداثي ألف وإحداثي دال، وها عبارة عن نقطة تقاطع قطري لام منتصف جيم دال. طيب هسا هون مطلوب مني إني أطلع طول هالام. هاي عندي هالام، كيف بدي أطلع طولها؟ هسا المثلث اللي موجود معي اللي هي أنا رح أوصله ألف جيم دال، هاي في مثلث ألف جيم دال. أول إشي إذا بتلاحظ إنه هاء منتصف ألف جيم اللي هي نقطة تقاطع، وإذا بتلاحظ كمان إنه لام منتصف جيم دال اللي هي معطى من السؤال، واللي مطلوب ها لام. ها لام هي عبارة عن قطعة مستقيمة واصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث وتساوي نصف الضلع الثالث. هاي أول مبرهنة أخذناها من خصائص المثلث واحد، فإذا ها لام بتساوي نص ألف دال، وتساوي نص تحت الجذر سين اتنين ناقص سين واحد تربيع زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد تربيع، وتساوي نص ضرب تحت الجذر خمسة ناقص سالب تلاتة تربيع زائد تلاتة ناقص سالب اتناش تربيع، وتساوي نص ضرب هون خمسة زائد تلات تمانية تربيع أربعة وستين زائد هون عندي تلات واتناش خمسة خمستاش تربيع اللي هي ميتين، خمستاش تربيع هي ميتين وخمسة وعشرين تحت الجذر أربعة وستين زائد ميتين وخمسة وعشرين بيعطيني نص ضرب جذر الميتين وتسعة وتمانين. جذر الميتين وتسعة وتمانين اللي هي سبعتاش، إذا ها لام بتساوي سبعتاش على اتنين وحدة. يعطيكم العافية شباب، راح أرفق مع الفيديو صورة للشرح، بتمنى كتابتها كامل على الدفتر مع حل الواجب السؤال الأول والسؤال الثاني من تمارين الدرس، وإرسالهم إلي على الخاص في الواتساب. وبتمنى أنكم استفدتم من الدرس، وأي استفسار ممكن أنكم تتواصلوا معي، ويعطيكم العافية.